دوك ماشي راح تحرق اللي سبان، راك راح تحرق لنا لا تيلي. الحاجه المليحه في بابا نهار نكونوا نتفرجوا في ماتش تاع الشامبيونات تاعنا. توجور كاين باكا، توجور كاين باكا، وبابا يحب يفرق. بابا كي يفرق تحسب يتقابض هك. واحد النهار وهما يتقابضوا وهو يفرق نحالي قريب نحالي عين. بابا واحد عور وراح زيت نحيلو عينه. وبابا كنت ريكلامي والماتش قاعد يلعب اي سيسبونديك ثلاث ايام من البيت، ما تشوفو ما يشوفك، يبعدك غير الماكله. الحاجه المليحه في بابا انه ما يخليكش تتفرج الماتش، خلاص الماتش فيه 90 دقيقه هو يخليك تتفرج غير 30 دقيقه. علاه؟ يحب يبدل لي سبيكر. أعزائي مشاهدينا متابعين قناة الجزيرة الرياضية، نشوف الدون اليوم تمشي كرة لسيرجيو راموس، سيرجيو راموس للدون، مش ممكن حطها له. جول 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 جول، جولاتو جولاتو جولاتو. أوه صاروخ ماضية، صاروخ ماضية، قنبلة نووية. أو بابا رانا نتفرجوا في ماتش ولا في حرب؟ قنبلة نووية صاروخ. أعزائي المشاهدين هنا متابعينا يعني قناة الجزيرة، أوه يا سلام والله أعلق وأصبك. يا سلام، يا الله، يا سلام ما الذي يحدث أمامنا، يا طيب القلب وين أقلك يا حبيبي. كمال جاسم إلى محمد جاسم، يستلم الكرة، الله على الاستلام، ونشوف أم جاسم بالمدرجات تصفق، ويسعدنا أن نستضيف حسين الجسمي على الاستوديو. العين تدمع أيوة والكاس يلمع، العين تدمع أيوة والكاس يلمع أيوة. يا رب هذا ما لا طاقة لي به يا أرجنتين، دافنشي ومايكل أنجيلو وكل الرسامين حاضرين في هذه اللقطة. يا رب أستغفر الله. تم تم بدلت لاشين، طلعت دورت القصعة، راح السينيال راحوا ليشان، وكي يروح السينيال ويروحوا ليشان ما تبقى لنا غير آشان وحدة واللي هي فرشيطة تيفي. فرشيطة تيفي هذه كي تحطها الصوت يجيك سابق الصورة. ميمنة وميسرة، هل ستأتي لي صابة؟ هابا با 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 لي صابة، هل كواسر تفعلها ميمنة وميسرة؟ قناة الفرشيطة تيفي ما يخليوكش تبدل خطك، هما يبدلوا وحدهم. كأنه هدف. يا سلام، بوليدان بوليدان إلى حرنان. هدف، لا ليس هدف بل هنالك راية، لا ليست راية بل هو هدف. هدف، لكن نعتذر لأن المصور لم يلتقط الهدف لأنه كان نائم، وكأن المباراة ستنام. هنا بابا يقلق، يكسر الحيوط، ينحي الفريجيدار، قلب الدنيا. تم تم يقول لي درك تروح تبيع لي هذا التلفزيو. انا تم تم تشك 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 حطيته في الفيسبوك، هو بابا شراه ب 18 مليون، انا بعته بصومي 30 سكوند تباع. رحت ليه بابا، بعته بابا بقده صوميل. بابا ما ضربنيش، بابا زاد جبت 300 حطها لي في يدي، قال لي 300 هذه روح شري حجره من الملاح تاع الرخام، قول لهم يكتبوا لك فيها بالنور فؤاد، ومن بعد فوت للمقبره بالمياه اللي بقات، مدها لي يحفر، قول له يحفر اني جاي.